النقص المستمر في أشباه الموصلات هو العامل الرئيسي في تراجع مبيعات السيارات الأوروبية، حيث سجلت تلك المبيعات في يناير الماضي تراجعاً للشهر السابع على التوالي. وانخفضت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، وهو ما انعكس على أسعار السيارات المستعملة التي شهدت ارتفاعاً. وتفاوتت مبيعات السيارات عبر الأسواق الأوروبية، ففي الوقت الذي سجلت فيه فرنسا وإيطاليا انخفاضات واضحة، نمت المبيعات في ألمانيا وبريطانيا بشكل متواضع. ولم يقتصر تأثير النقص في أشباه الموصلات إلى إعاقة إنتاج السيارات، وإنما امتد إلى السلع الاستهلاكية من الإلكترونيات في جميع أنحاء العالم. ويرى الخبراء في الصناعة أن النقص في الرقائق سيستمر في التأثير السلبي على قطاع السيارات في عام 2022. لكن عددا من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة توقعوا تحسنا في إمدادات الرقائق خلال النصف الثاني من هذا العام. واندلعت شرارة أزمة نقص الرقائق الإلكترونية بداية من العام الماضي، حيث بدت ملامح نقص سلاسل التوريدات على أغلبية المصانع بالأخص الأوروبية منها، ما أدى إلى تراجع إنتاج السيارات في العالم. من لندن ينضم إلينا سيد نيك جيبس، محرر شؤون قطاع السيارات في موقع أوتوموتيف. أهلا بك على شاشة الغد سيد جيبس. بداية، أزمة بدأت مع فيروس كورونا، تداعياته والإغلاقات المتكررة. لو توضح للمشاهد الكريم، ما هي هذه الأزمة ولماذا لم توجد حلول حتى الآن؟ حسنا، عندما بدأت الجائحة لم يكن أحد يشتري السيارات، لذا توقف صناع السيارات عن تقديم الطلبات أو عن التصنيع. ولكن بعد تخفيف إجراءات الجائحة لم تستطع الشركات أن توفر هذه المكونات، ولا سيما الرقائق التي تؤثر على صناعة السيارات، ولذا هناك عجز. نعم، لماذا يختلف تأثير هذه الأزمة في الأسواق الأوروبية؟ يعني بشكل متفاوت ومختلف من سوق إلى آخر. على سبيل المثال، السوق الألمانية لم تتأثر مثل السوق الإيطالية أو السوق الإسبانية والبريطانية على سبيل المثال. Well, it depends what month you're comparing to. So maybe الوضع يعتمد على عوامل عدة وعلى الفترة الزمنية أيضا. فيناير شهر هادئ بالغاية، وتركز به المصانع على بعض أنواع السيارات الفارهة والغالية، أو تنتعش الأسواق في ألمانيا أو سويسرا، لأن الناس تستطيع أن تشتري السيارات باهظة الثمن، ولكن في إيطاليا تشتري الناس السيارات منخفضة الثمن بعض الشيء. نعم، إلى متى ستستمر هذه الأزمة سيد جيبس؟ هل سيكون هناك حلول قريبة؟ Well, the car makers are hopeful that by the middle of this year. سيارات يحدوم الأمل أن تتحسن الأمور بمنتصف هذا العام بسبب إعادة تصنيع الرقائق المستخدمة في السيارات، إلى أن يتحسن الوضع بشكل كبير حتى نهاية هذا العام. ولكن بالطبع سيتعطل الإمداد طوال العام، لأن الشركات التي تصنع الرقائق تحاول أن تفي بالطلبات التي ترد إليها، ليس من صناع السيارات فحسب، ولكن من جميع الشركات الأخرى.
نعم أشكرك جزيل الشكر سيد نيك جيبس محرر السيارات في موقع أوتو موتيف، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.